السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة. واليوم يا زقي سوف أذكر لكم لعبة فالي باركينج 3D عبر برنامج اللكي باتشر. وهي لنبدأ في الشرح، نقوم بالدخول إلى تطبيق اللكي باتشر، نقوم بالضغط على خيار اللعبة، ونقوم بالضغط على فتح قائمة باتشر إنشاء ملف بيكي معدل، ونضغط على ابيكي ريبيلت. عفوا أنا قلت الكلام بالعربي ولكن هو مكتوب بالإنجليزي. نضغط على هذا الخيار الرابع ونضغط على ريبيلد أب. حسنا أصدقائي، سوف نقوم بالانتظار قليل حتى يقوم بمعالجة ملفات اللعبة. نقوم بالانتظار يا أصدقائي. ها هو تم تهكير ملفات اللعبة بنجاح. الآن نقوم بالضغط على go to file ونضغط على uninstall and uninstall أو uninstall and uninstall. نضغط على yes ونضغط على OK. غينا تثبيت اللعبة يا أصدقائي. الآن نقوم بالخروج من تطبيق اللكي باتشر، نقوم بالدخول إلى تطبيق الملفات، نقوم بالضغط على هي اللعبة كما ترون قدام، لا ليس هنا، نقوم بالضغط على وحدة التخزين الداخلية، ونقوم بالضغط على أندرويد، ونضغط على الداتا، ونقوم بالدخول إلى هذا الملف الذي اسمه كوم أندرويد فيندينج، ونقوم بالضغط على فايل لكي باتشر، ومن ثم نضغط على موديفايد، ونقوم بالضغط على خيار اللعبة وهي فيلي باركينج، نقوم بالضغط وتثبيت اللعبة. حسنا أصدقائي، نقوم بالانتظار قليل حتى يقوم بتثبيت اللعبة. تم تثبيت اللعبة بنجاح أصدقائي. الآن نقوم بالضغط على تم، ونقوم بالخروج من تطبيق المدير الملفات، ونقوم بالدخول إلى اللعبة. وضع على سماح. ورجعت لكم أصدقائي، لقد دخلنا اللعبة. الآن نقوم بالضغط على accept. الآن أصدقائي نقوم بالضغط على skip. حسنا أصدقائي، هذه اللعبة كما ترون قدامكم. الآن نقوم بالضغط على start، ونقوم بفتح جميع السيارات الموجودة في هذه اللعبة. نضغط على تم. كما ترون أصدقائي فتحنا هذه السيارة. انتظروا يا أصدقائي، ليس هنا. نقوم بالضغط على هذه مثلا. كما ترون أصدقائي فتحنا هذه السيارتين، والآن نقوم بالضغط على هذه السيارة الثالثة، وفتحناها كما ترون قدامكم في أنها مفتوحة. والآن نقوم بفتح الموتور سايكل هذا، والسيارة التي بعدها كمان البرتقالية، ونضغط على هذه كمان، نقوم بشرائها، ونقوم بفتح آخر سيارة لدينا وهي المرسيدس. وهذا طبعا في أنه مفتوح ويقول لنا تست درايف. حسنا أصدقائي، إلى هنا ننتهي شرح حلقتنا اليوم، وإن شاء الله أن عجبتكم الحلقة. وهذه اللعبة ليس لديها أي أموال، بس فقط فإن فيها السيارات، وتقدر تشتري السيارات التي موجودة في هذه اللعبة بالمجان، و عدم اللعب المراحل، وتقوم بالتعب يعني تتعب وانت تلعب المهام. حسنا أصدقائي، إلو ننتهي شرح حقنا، إن شاء الله نتعجبكم في الحلقة، ولا تنسوا تدعمونا بالضغط على زر لايك، وما يتبقى القليل إلى نوصل 1000 مشترك إن شاء الله. وإلى اللقاء يا أصدقائي.